هذا الشريط صور في 6 نوفمبر خلال مظاهرة مناهضة للنظام في مدينة قمون في ضاحية دمشق، كما يقول النشطاء السوريون، تجمع فرقته قوات الأمن التي لم تتردد في إطلاق النار على المحتجين. صور تظهر الصعوبات التي تواجه المتظاهرين للتعبير عن احتجاجهم في شوارع المدن التي تنتشر فيها قوات الأمن بكثافة. من خلال الرسم والكتابة على الجدران أو إطلاق بالونات في الهواء كتبت عليها شعارات مناهضة للنظام، نشطاء العاصمة السورية يحاولون بشتى الوسائل التعبير عن تنديدهم بنظام بشار الأسد. وكما تظهر هذه الصور التي التقطها هواة، فإن مياه نافورة في حي الميدان صبغت باللون الأحمر مؤخرا بهدف تذكير سكان العاصمة أن دماء العديد من النشطاء السوريين سالت خلال تنديدهم بالرئيس بشار الأسد. في شهر سبتمبر، مجموعة من المحتجين كتبت شعارات مناهضة للنظام على طابات كرة الطاولة قبل أن ترمى في شوارع حي المهاجرين شمالي دمشق. مبادرات مبتكرة تهدف لحث جميع المواطنين على الانضمام إلى معركة المعارضين. أكثر المبادرات ابتكارا ربما تكون تلك التي قام بها النشطاء في وزارة المالية، حيث قاموا بإخفاء مكبرات صوت تفضح أغاني مناهضة للنظام في هذا المبنى الحكومي.